waxaan u gudbaynaa anagoo waqtiga ka faa'iidaysanayno qaybta noogu xigta oo runtii iyadana ah qayb aada muhiim u ah. Waa cadaaladda la doonayo inay gaarto, waa qaybta qoyska. Qaybtaasna waxaan ku soo dhoweynaynaa sheekhana asheekh alfaadil sheekh cabdiqaadir boobe oo ah imaamka markaska Kamrog iyo khatiibkiisa, ahna ku-xigeenka ra-iiska mu-asasada alixsaan lircaayat alijtimaaciya. Sheekh ayaan kusoo dhoweynaa, falyatafadal mashkuura maajuura. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى مهض له الله نقول نعمي نعمي تربضن وإن ننسوك بكرين عدالة فضل جيدة إي أهمية جيدة شيخ وكهض لي حفظه الله وحيكبل من تاقويسك أما أن نرهن قويسك روح مرك وقف حشو ونلش أولا وذا قول الله قيب صدو وحاسو كردا وإلهي سبحانه وتعالى هبدي سيديق دي سكم إذا أولاد كدبنا وحقوق دبائن وقيس الله بعد قوصة مئيو قيسس كاترة بضن يا أولاد دودة أي شرائح ذا إي قيبها بلشد أي كك وبنتها عدالة وشر دي أساسي والله قبل مارمان وآه روحو أمنينكو هدي أوربو هل دمر وحك بدن إنه وحلق يبصد ونلش اللو داقم وحاشر دي لقم مارمان وإلهي سبحانه وتعالى غيد وكحرية إنه عدالة ليمات ربيقين سبحانه وتعالى سيد أولي يهي فانكحوا ما ضاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع اللوحر فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الله سبحانه وتعالى دمر كي جورسدا لبئي صدح يأفر جورسدا حدات سكب غضان إن إذا عدالة صمين إنه أيضا أجر سورين قلدي جعم بحال أيضا أيضا كصمين فواحدة أو ما ملكت أيمانكم هل مدكو إكادا يوحي مدقيدي إنه أي هنتين عيل الشهودي إن تكوجد تو حرير جوجل ضيع لتنا كوقف لنا شوري يعد على الحمى إن لجوق قبصدنا أو آخر قيامه لجوس وتاجنا واتك بحصت إلهي وحده سبحانه وتعالى هل مد إن تكوئ كاتو أما أضم ذي جعنتي إنه أي هنطي أي أودو إن إذا شور إيو إح أيضا صميم بقلي سبحانه وتعالى عدالة حمدا كإيمانيس رجع كإيمانيس. مركل لقتقو دول كان غربيا أو لدجا لما تعدد كيجور كبدن. عدالة حمدا رجع كإيمانيس أي وحي السبب تا. يعني دمرك أقولان ويان رجوا ذا إن لا لقيب صدوم. خذين مرك أجنو لقن كي النبي محمد صلوات الله وسلام عليه. قول إيا فعل بوحو النبي وكو عدي دورك إيا كالمتا أي عدالة أسروينك إيا قويسسك مركا لغا هضيو مهمدة إيا أهمية أي لا ضحي بل هدي يعني بشر كالي إيغو نبي صلوات الله وسلامه عليه عدالة وحو كتشو دورك أغو صرعي حديثتي سقولي قهدينو حكسو قادنو إمام أحمد أبو داود الترمذي النسائي وحبرني عن حديث صحيحة من حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وحليه من كانت له امرأتان فمال إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل
روحي اللبض مرة نولش اللو ذا جو حلق يبصدا السلام كان مدود أويشة وقعنتيسة يحسن كيس يسمى فلكيس وأبطه مالك قيام وحوي ما دا يسر لنعيس أولاد لاضو محكمة عادل كإلهي سبحانه وتعالى وقرصورها كيهي وحالك هنا يا خلقي أنا اللوم وشنيا نتيجة عمل كيسي فوش حما كذا لطي يسقون لنا على الله لك هنايا لأن الجزاء من جنس العمل حديث كان مرك هذه النكود الاستغنو ضد بدن أو مسؤولية دا قاضي أو حاسس بدن نولا شلق قيب صدي إن بدن وإن يكف كران وعيد كأنبي تلمامي ووحد بحين يصير نفقة يا مسكن كيا ماشى عاد تشينيسو يا ملبس كيا لباس كيا درك عادو حرس مصروف كيا مرين كيا مرشدة أنا أوصل نادان دمر كاجي أنا أوصل نادان ومسؤولية الله سبحانه وتعالى كصاري وشيء واجبة هو لجدون إله يكتسنا سبحانه وتعالى له ويدينه ما حمدنا مدنا إن أي بورسك ونقط مدنا إن نقطة كنسيا منسية وحلا إلا وي أي نقطة أفعاش نبي صلوات الله وسلام عليه حديث فعل النبي نقطة المام عروة بن الزبير با عائشة وحيكوتر يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم خبر يلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه قيب أنك النجم إذا قيبتك لكمان فضيل شرين سألك دمر أولها من مكسه عندنا نجاديك وأكثر إذا كن نجاني أما حبين برجع أو حبين كي أو نلا بري هو يشد أو نلا هو ينيو ما نفضيل شرين مد كي مد كلا كمان نفضيل شرين وكان قل يوم إلا وهو يضف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس وحايرين وقت وقت إذا كم ذا يعني النبي صومرت إلا ونصومر يجروا غيره ولم بكسو وريد يجري خوين كستنا ودوان شري في معاشرة لكن حرير جوجليد لما سمين شرين حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها إلى تي هبين كالا هيد هبين كيدي لجارو أو أكتيد أو كبريو وفعل نبي صلى الله عليه وسلم عليه أمدي فرينت إي رسالة أو جارسيني أو أو بيامني أو عديني قاب نوراليتكا أي قويسسكو دي غيرهو دولا نولانيان إي قرشها إي قابكا يو عدالة سمينيان عدالة النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذين أجنو شير الضاري والنبي كسر دري أو سفره سفر مركو جلي دمر كي سعيد الراعي سواء قري توري جري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه تيمر كقري جدي وأصوب حقوق كقوليسة قري توركي كقوليسة والنبي يقول لبي حشري صلوات الله وسلامه عليه مجرن هذه قد واحد صورة سن لهي شيخ مدني عرور بدن بي وضعتها أما مدانا شهر العسل كي كوة جرنيون حالو لنشر هاني موني بأنه كوة جرنيون يعني إيضا اسكودن بين مركة إيضا كفضو تاني أنك حيستو عايشة وحيلادة وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة دمر كيسا مدوى البهبين كيدي مالين تيدا أيو سينشري نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحن سودك أهين إيدو هبين كيدي عائشة أهبيسي إلا وحق إلا يضحي نبي صلى الله عليه وسلم عليه مرحلة دي أوتشردي
حالدي حنونك وكشري في عدالة أسرينك يقويسك مرك الله الله يهيرك أي جرسي سنته حالدي حنونك وكشري نبي صلوات الله وسلام عليه والقادة يمر بجوري بالجيني عائشة وحيلة حديثك بخاري في صحيح وكورني إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مر لا يتعذر في مرضه رسولك لا يوحى كي عذر ضلبة يعني وقت جي مرض كيس يجرديس حولنا أين أنا اليوم أين أنا غدا استبداء ليوم عائشة ما أنت حقان شوقا ما قرنا يوم إيش وشوف بريتو حقيبا أهانا يا وحوده سنة يمالين كي عائشة خدنا عدالة يا قرصور كي إنصاف كنبي وميشة وقارسي سيئة عائشة أن شعلها هي أهل يداي مؤرن طيب إلى يعني النبي صلى الله وسلم عليه أي سروبي ويدي يعني إنه وريقه أي سروبي ويدي عائشة وحي يعني كفاني شرتي النبي صلى الله وسلم عليه وحو كل انتهي ولقو أفصدي انت دون تي ديك الحنتي إذا قل حيث قرقي قانا لقو أص النبي وحو عدري دمر كيبو عدري بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له والنبي يقول صلى الله عليه وسلم عليه ما أودي كرو إن نحذن أن كوريبو وإذن هبين قيبيو هبين قيبت حكمة اللو سميني نواوحي حرير قوليت كساب سنة النبي صلى الله وسلم عليه مرحلة دي أقود دمي سيبو مريح فلي هدادو أركتان وأيدين لن نقطو وطلعهن أي إذين موقطو إن هذا إذن تان إن أنا عايشة أكتئد الله يقول بحنانيو واتصمين إسان كذب نوي أو قلادين نبيك صلوات الله وسلام عليه حديث تاس كوبا مركي نفيرون نبيك وحوكتر توم ياهيركا نبيك وكجار سيسنا عدالة دا قويسس كي إن الله عدالة صمعي ويا صوماليد بواحي تري أضيقي يوحا إيقود دنبيسي مالين تي ويلكا دوري اللباتن شركا آن دلايبا إيقود دنبيسي وانتا سقور سدي كدب نسلانتي وروا إلقي وظلمي واحد قدب عدالة ماها إحسان كاغا إيا سمفال كاغا إيا قعان تادا إيا اللتوغي دادا إيا بريد دادا إنا دلين عبادات هوغا الشمركا أي خير باديه تلماما يان وحيدان روب كاسي واه بربرو داء بربرو داء إنا دنقط عدالة ماها عدالة ماها ميد إنا دي يورب يعني أدلتوغ تميدنا أفريكا أتكو إلود عدالة محمد النيروبي إن قبوا يعني هوستك قشو اللي تشوكتو مدن حريها أتكو إلوذ النبي صلى الله وسلم عليه وحو قارسيي روحي اللبض مرة له وآنو عدالة سمين مالين كقيام وحو يما دائسك ودين عيسو أولاد لادو وإجماع ولماذا يكوكل من ابن قدامة أي سؤال نقلي وحوليه لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا أهل العلم قد حدوده كمؤقي إن إسكو خلافين دمرك إن لو قرصور لو عدالة سمييو هابين قيب تمرك لو هابين قيبين أيو محالك عدالة سمين كرا حلقة عدالة سمين كراوحي أفعال أيام موقضة سيدا مسكنكي سيدا مبيتكي قريقي خويشدي مصروفكي ينفقدي أردبالكي يلبسكي يدركوحي كصاب سنة
وأفعاشا موقت وحن لقى عدالة سمين كريم باكر وقلبك وحي كدلنا وشعيلك إلهي وحليه سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق مع عدالة سمين كرتان أدب دداشيني وحن لقى عدالة سمين كريم وقلبك قلبك إلهي وأمامه لكن الله وحليه سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل هل يحننا ليحشد ما انتد خائلنين بألي سبحانه وتعالى معناها وحي أديك إلهي سبحانه وتعالى وقعنت كوغلي إن أدنين عبادته ونين عاد كررته قاريك نين عاد كررته يعني هنقنن قلبك وحي يعني كصوب حقه النتيجة شعيلك إلهي سبحانه وتعالى قلبك قليي لكن النتيجة ذكرنا لطي بل ربعنا عدالة أي نقطة قفوات شعلان كرتا وحدعي كرتا ميل انبود لغا هايست وحدعي كرتا ميل دقال لغا جير ميل لغا سود ويقفك طبيعة البشر كنا وحي أنقوش هاي إحسانك إيا صنفالك عدة أقش المها قهد هذا دير باحظة ومر والبعاد قجيس ما أنت نبسكك علنا إيا كوغو يربها هذه مرك وإن محبضة قلبك وحاك كردرنا إيا وحي أفعال أه وإن يعني مرك عدالة دي أني كتغين عدالة أي كسل إسنادا hadeenno inta kaga gudubno qoysaska oo cadaalada awlaada u gudubno taymka waadu yar nabigeenu wuxuu leeyahay salaatu alayhi wasalaamu alayhi i'dilu bayna awladikum i'dilu bayna awladikum i'dilu bayna awladikum hadiska abu daawud iyo nasaa iyo geyrkooda ay wariinayaan caruurtiina u cadaalad sameeya caruurtiina u cadaalad sameeya عروتي نوع عدالة سمائية وقيب قويسسكي أسردي كمذا وانا فرعودي وانا قيبتي أغمهم سنين وحالي عكرت ننكو هويني دا إنو فره مركو فرنا إلمهي دي وضيع معيران صومالي قرئي يقيقي سبوالي سلطورة ورهويني دا نتكلتكتيني عروت ميال فرع ميا وحد عكرتا عدالة حمد عروت إن يكتي ما دو حاجة يعني عضيضة إيه هبدا ميت كم إذا إن أدو حسيس أو حجارة أتكو خسست سؤال هاد جارهان هذا إنه مثال سوق هذا إنه علمها أو غير باجر يقدر دره وحرسيها ilmaha ugu yar lama baro qofkan ka weyn waxa u dhah gabadhu wax ku qabsan naasiya wiilka ka weyn wax ku qabsan halasiyo asaga wax loo keenay asaga lab kool koolin ama wiilka gabdho badan la dhashay gabdhu hum isaguna dulmi ku haya ha wiilka u daayo un baa leeyahay وحلو عدالة سمين علمها وعدية ذي وحي لسيني وتربية ذي وحبرشو ذي وكورنتو ذي بربارنتو ذي انت بإن لوغا عدالة سمين أي اللو بهي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم إلهي كبغوا عرورتي نوع عدالة سمين سيدا ذو تعشيين بارن مدودة iyo samafalkoodu inay idin midaysnaado oo mid idin noqdo waxaan ku soo xatimayaa mowduucay cadaalada ilmaha wuxuu gaarsiiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam calay uu gaarsiiyay wiil iyo gabadh baa u yimi nin majalistii nabi maxamed fadhiya golayaashii ummadda samaha iyo khayrka uu ku fariyay
markaasuu wiilkii markuu u yimi buu dhunkaday, dhabtiisana waa ku fadhiisiyey. Gabadhii markay u timina, intuu gacanta qabtay buu dhinaciisa istaajiyey. Soo arrin iska dabiici oo inagu dhacdo maaha. Wiilal jacaylku waa iskaga abuuraya dadka. Guriga markaad garaacdo, gabadhana saanaad isaga fogeynaa, wiilkana shafkaad ku qaadaysa. Nabigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi, alaa cadalta baynahumaa, maad u cadaalad samaysid. Waxaa la leeyahay maad u cadaalad samaysid waa dhunkashadii iyo dhabtii lagu wada fadhiisinayay. Awlaadda marka waxaa loo baahan yahay in loo cadaalad sameeyo. Aabbayaasha qaarkood marka ay dhimanayaan baa laga yaabaa qof gaara inay si gaara wax ugu dardaarmaan, hebel baan siiyey, behebla iskale. In markaa awlaaddii iyo caruurtii loo cadaalad sameeyo ayaa la doonayaa. Waa meesha cadaaladdu ka bilaabmato. Qoysku haddii cadaalad helo, isla markaana qoysaskii oo dhani ay cadaalad helaan, bulshadii yacni markaa inay cadaaladii u gudubtaa la gaadhayaa, xaakimkii iyo dadku xukumayay cadaaladoodiina sheekha ayaa ka hadli doona. Wajazaakum allahu khayran.